السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هناخد قاعدة أوبفول، بمعنى بالرغم من أو رغم أن أو مع أن. خلينا ناخد هيك فكرة صغيرة عن قاعدة تعمل جملة جانبية، يعني سحب فاعل إلى آخر الجملة، يأتي بعد ضمير شخصي أو اسم. تستطيع تستعمله أيضا للربط بين الجملتين، بينهما علاقة تضاد أو تعاكس. خلينا ناخد أمثلة مشان نوضح موضوع أكتر. Ich bin hier, obwohl ich ein Problem habe. Ich bin hier, obwohl ich ein Problem habe. أنا هنا على الرغم من أنه لدي مشكلة. Der Käse ist gut, obwohl alt ist. Der Käse ist gut, obwohl alt ist. الجبنة جيدة رغم أنها قديمة. Ich will das Handy kaufen. Ich will das Handy kaufen, obwohl es sehr teuer ist. Obwohl es sehr teuer ist. أريد الشراء هذا الهاتف على الرغم من أنه غالي الثمن.